بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أعزائي متتبعي قناة عالم رياض لطيور الزينة. كيف حالكم وحال طيوركم الرائعة؟ المهم في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتطرق لموضوع ومكون مهم لا تقل أهميته عن المكونات السابقة، لما له من فوائد قد يجهلها بعض مربي طيور الزينة. هذا المكون هو الملح، الذي يعتبر من العناصر المهمة والضرورية والتي توجد في الطبيعة على شكل بلورات معدنية تعرف بالملح الصخري أو الهاليت، بالإضافة إلى الملح المستخرج من مياه البحار، وهو ضروري لحياة الإنسان والحيوانات، وهو يوجد في أنسجتها أكثر من النباتات. وحتى أنا بدوري لم أكن أعلم بأن الملح يقدم للطيور، إلى أن نصحني أحد أصدقائي في الهواية وهو صاحب القناة الغنية عن التعريف المسمات بمحترف الطيور، ومن هنا أقدم له كل الشكر على دعمه لي والنصائح المهمة التي يقدمها لي باستمرار. المهم في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتحدث عن أهمية الملح وفوائده للطيور ودواعي استعماله لها وطرق تقديمه وبعض المخاطر التي قد تلحق بطيورنا إذا استعملناه بطرق خاطئة. فمن حيث مكونات الملح، فهو يحتوي على الأملاح المعدنية خاصة من مركب كيميائي يدعى بكلوريد الصوديوم، زائد مضاد تكتل ومضاف غذائي، بالإضافة إلى يوديد البوتاسيوم والمنغنيزيوم، كما يحتوي على الحديد والكالسيوم، بالإضافة إلى أن ملح الطعام يتوفر على مادة اليود تحت مسمى يوديد الصوديوم. أما عن فوائده ودواعي استعمالته للطيور، فهو يطهر جلد الطائر وينظف ريشه ويعطيه لمعان براق، كما يقتل الفاش أو القميلة أو الحشرات التي يمكن أن تعيش فوق جلد وريش الطيور، كما يقيه من الجرب الذي قد يصيب جلد الطائر، حيث يصبح دائم الحك بمنقاره وأظافره، مما قد ينشر العدوى في مناطق أخرى، وبعد ذلك يبدأ تساقط الريش. كما يساعد الملح في عملية الأيض أو ما يسمى بالتمثيل الغذائي، وله دور كذلك مهم في توازن المياه في خلايا جسم الطائر، كما يحتوي على مادة اليود التي لها فوائد عظيمة للطيور لاحتوائه على مادة كلوريد الصوديوم، هذا المركب الكيميائي الذي يفيد في عدة عمليات. فالكلوريد يساعد في تكوين العصارة المعدية، والصوديوم يساعد بلازما الدم، كما يعتبر الملح مطهرا معويا طبيعيا للبكتيريا والجراثيم التي تصيب أمعاء ومعدة الطائر نتيجة لأكله لأطعمة ملوثة أو أكله لفضلاته. كما يبني الملح عظاما قوية للطيور خاصة الفراخ، ويفيد أيضا في مرحلة التزاوج ومضاعفة الإنتاج في عدد البيض وحل مشكل البيض الغير مخصب، كما أنه يحارب فقر الدم. أما عن طرق تقديمه، فهناك عدة طرق لتقديم واستعمال الملح للطيور، ويمكن تقسيمها إلى 3 طرق. الطريقة الأولى، نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الملح في لتر ماء،
ونمزجها جيدا، ثم نتركها مدة 10 دقائق، ثم نقدمها لطيورنا ونغير الماء بعد مرور 24 ساعة، ولا نقدم الماء الصافي حتى تمر نصف ساعة. ونقوم بهذه العملية مرة واحدة في الأسبوع إلى مرتين. أما الطريقة الثانية فهي إضافة الملح للأكل بمقدار 5 غرام في كل كيلوغرام، سواء الباطي أو بذور الزوان أو البشنة أو غيرها من الحبوب المقدمة للطيور. ونقوم بهذه الطريقة كذلك من مرة إلى مرتين في الأسبوع. أما الطريقة الثالثة فهي كالتالي: نقوم بوضع ملعقتين كبيرتين في لتر ماء، ثم نمزجها جيدا، وبعد ذلك نضعها في البخاخة أي الرشاشة، ونبدأ برشها على الطيور والأقفاص. نقوم بهذه العملية من مرة إلى مرتين في 10 أيام إلى 15 يوم. أعراض نقص الملح لدى الطيور: فإذا نزل مستوى الملح لأدنى مستوياته فإنه يمكن أن ينتج عنه مجموعة من المشاكل لدى الطيور، أهمها نقصان في نمو الطائر وقصار طوله وضآلة حجمه، كما أن إنتاج البيض سيكون قليلا، كما أن البيضة سيصبح صغيرا، بالإضافة إلى أنه في بعض الحالات سوف تكون هناك عدوانية عند بعض الطيور سواء الذكور أو الإناث، كما أنه في بعض الحالات يمكن للذكور والإناث نتف ريش الفراخ وأكل أقدامها وريشها. ملحوظة: إن الإفراط في تقديم الملح للطيور قد يسبب لها الضرر للكليتين، كما أنه عند إزالة المشربية التي تحتوي على الملح الذي قدمناه سابقا لا يجب تقديم الماء الصافي أو الجديد حتى تمر نصف ساعة إلى 45 دقيقة، كما أن الإكثار منه قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكتات القلبية. إلى هنا أصدقائي متتبعي قناة عالم الرياض لطيور الزينة، نكون قد انتهينا من هذه الحلقة المهمة، على أمل أن تكونوا قد استفدتم منها. طلبا وليس أمرا، المرجو منكم نشر الفيديو والإعجاب به ودعمنا والاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديدنا. دمتم في رعاية الله وحفظه.